بغيت نقول لكم بانه دابا حنا كنا كنديروا السياسه ياك، والسياسه قبل كل شيء هي اخلاق، متفقين معايا؟ وما يمكنش شي واحد يجي يدافع على الاخلاق في السياسه الا هو ما عندوش الاخلاق. نقول لكم شتي داك السب والقذف في السياسه ماشي ممارسه، ولكن هو كيبين بانه كاين واحد الفشل وتعبير على الفشل. واللي بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات، اللي بغى يجيب المقعد ديالو وينجح في الانتخابات يكون متيقن، يكون متيقن لنا داوها في 2021 ياك، وعاود كيديروها ملي كانوا الانتخابات، ولكن ما كيجيبوا والو. وراكم شفتوا النتائج ديال الباح، نطلب من السي سعد بن بارك باش ينوض الرباط، الفقيه بن صالح هنيئا هنيئا على نجاحكم، هنيئا على تعهدات كذلك ديال الاغلبيه، نجاح كبير. هاد الناس هادو باش نكونوا متفقين ما غاديش يجبدونا لهذا الكلام الساقط، لانه حنا لان حنا وبلاتي بلاتي 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 لانه حنا عندنا كنا عندنا اخلاق اولا اسريه، ثانيا سياسيه، ما تسمحش لينا باش نسبوا الناس، ياك متفقين معايا الاخوان والاخوات؟